نيجي بقى للشق الثاني وهو الخاص بالحل. الحل الجزء الخاص بالكلمات. افتح كتابك معايا صفحة 57 ويلا بينا نبدأ. الجملة الأولى يا مستر بتقول لك مو صلاح is not first in Africa. مو صلاح رانكد، يعني كلمة رانكد قلت لك برضو رانكد دي من الكلمات المهمة اللي معناها يصنف. أنا is full of نقط to achieve the her goals، عشان تحقق هير جولز، عشان تحقق نجاحاتها او اهدافها، يبقى هي عندها ديترمينيشن. ديترمينيشن اللي معناها العزيمه، يبقى لديها العزيمه لتحقيق اهدافها. شي هاز ا نقطة اجنس بيبل، تجاه الناس اللي عندهم بلاك سكن او البشره السوداء او الجماعه الزنوج، يبقى هي هاز ا بريجوس، تحيز. هي جوت ا برايز، هو فاز بجائزه. فور ذا نقطة قال لك he made to humanity، كلمة humanity معناها الإنسانية، يبقى هو عمل إسهامات، يبقى contributions اللي معناها إيه؟ إسهامات. No people are happy and positive، هما ناس سعداء و positive اللي هي معناها إيجابيين، يبقى اللي cheerful المبتسم أو الشخص المبهج. ياسمين says رأت إن her father شايفة أبوها as هير نقطة، يبقى هو رول موديل او معناها قطوة حسنة. انا عايز بس اقف عند كلمة انتربرنور اللي معناها رجل اعمال. روضة عاشور was both novelist and university lecturers، معناها محاضر او استاذ جامعي. We are sorry، احنا اسفين، this medicine الدواء ده isn't available، مش متاح. يبقى اللي هيقول كده الراجل الفارماسيست اللي هو معناه الصيدلي اللي هو المسؤول عن الأدوية. The players were نقط، خلي بالك أنا مديك إن was أو were، اسمها was a were sparked by، معناها تم التحفيز بواسطة. أنت عندك هنا were وعندك هنا by، يبقى أنا بقيلك إيه؟ بقيلك sparked. He is determined، هو عنده عزيمة. and highly not win the championship، يبقى هو عنده عزيمة وتحفز او اللي هي motivated. خلي بالك انا determined اخرها ed، يبقى انا لازم and، يبقى انا عايز صفة برضو اخرها ed، يبقى هنا متحفز. reading the biographies، biographies معناها السيرة الذاتية of great people، للناس العظماء. نقط young people، عايز اقول لك ده بيحمس الناس او بيحفز الناس او بيلهم الناس. خلي بالك enthusiastic معناها يحمس بس مش فعل. raises يرفع، discourage يحبط. inspires معناها يلهم، احنا ناخد ايه inspire، يعني كلمة inspiration اللي هو الالهام. عمرو's perfect words، كلمات عمرو، his mature thinking بتعكس تفكيره المتبادل. The winner الفائز not sang the countries، يبقى هو هنا غنى بفخر. فخر هنا معناها proudly، proud معناها فخور، proudly معناها بفخر. مش هحترق الحتة دي، الفرق ما بين award و reward. عمر got the student of the year not for all all around excellency، هو هنا ايه award، جائزة كتكريم على انجاز. يبقى المدير هو اللي كرمه، يبقى دي جهة رسمية، ادارة المدرسة او ادارة المسؤول عن التعليم بتاعه. The movie changed that، الموفي الفيلم غير الايه picture that woman، غير الستوري تايب او غير الصورة النمطية اللي عن المرأة اللي هي is only housewife، هي فقط ست بيت او اخرها المطبخ زي ما احنا بيقول. It's known من المعروف that ان اينشتاين is the greatest، هو اعظم عالم في الفيزيكس او اعظم عالم فيزيائي، ما له علاقة بالفيزياء، انا اختار هنا فيزيائي الناون، اللي بالك انا اخترت هنا اسم لان الاسم عايز قبله صفة او الصفة تيجي قبل الاسم، الصفة هنا greatest، يبقى greatest بتيجي قبل الايه؟ قبل الاسم.
nations الأمم that don't نقط are doomed to die. الأمم اللي ما فيهاش اختراع أو تبتكرش أو ما تخترعش يبقى innovate. In Japan في اليابان نقط and judo are common practices. يبقى الكاراتيه والجودو هما الاثنين دول مشهورين. ومن النساء still have to overcome ما زالت بتشجع. many نقط to again equality. المرأة ما زالت تتغلب على كثير من الأوبستكل. أوبستكل معناها عقوبات أو صعوبات اللي هي problems. The course she is doing well نقط here. قالك for خلي بالك الكورس أو المنهج اللي هي is doing هيعمل فيها إيه ل secretical job أو وظيفة إدارية. يبقى هنا qualify يعني will qualify هيأهلها. يبقى هنا will عايزة فعل في المصدر يبقى الفعل هنا qualify. he got bitten هو خسر in the first round في الجولة الأولى. round معناها جولة. هو خسر في الجولة الأولى. unless we confirm مش هحطها برضو وترجع الكلمة دي. he didn't unless you confirm her to the law life would be a mess. الحياة ستكون مس اللي معناها إيه فوضى. he didn't not the course المنهج so ولذلك he couldn't take the exam. هو ما خدش الامتحان هو ما حضرش الكورس. يبقى يحضر اللي هو attend معناها يحضر. ولكن النساء aren't on equal مش على مساواة equal terms with men على مش على مساواة بالنساء and still suffer وما زالوا بيعانوا من inequality. كلمة inequality معناها عدم المساواة. He was elected تم انتخابه by not over 50 votes against يبقى majority. majority معناها الأغلبية 50 ضد 10 يعني الأغلبية اللي إيه majority. minority طبعا اللي هي الأقلية. only a lot of people support أنا بقولك هنا a few. a few ده معناها عدد قليل. يبقى أنا تختار هنا minority معناها الأقلية. خلي بالك كلمتين عكس بعض وأنا نبهت الكلمة. she had every expectation توقع of successful according to the war not there is a decline of insight. لو قال لي البار اللي هو هي طبعا اسمها بار جراف اللي هو الرسم البياني اللي عندنا نقص في السيلز أو نقص في المبيعات. Having been shown the red card إظهاره الريد كارد البطاقة الصفراء اللاعب نقط يبقى asking why اللاعبين عايز يقول لك لاعب غضب غاضب اللي هي grumpy غضب وسأل ليه. The minutes الدقائق went by عدت and I وأنا drew نقط waiting انتظر for the train to arrive انتظر القطر ان هو يصل. يبقى انا impatient انا impatient معناها غير صابر. نقلب الصفحة دي الصفحة الأخيرة في الاكسرسايز الأول صفحة 59. the teacher was المدرس was not with the منى قالك for being so careless. يبقى هو cross معناها غاضب هو غضبان من منى كونها مؤمنة. I recognize أنا تعرفت على your voice من صوتك في أي مكان. It's هو يبقى صوتك ده unique فريد معروف. طب واحد يقول لي يا مستر أنت ليه ما خدتش popular مشهور؟ هقول لك popular زي common فالاتنين طيروا بعض.